الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء في الاقتصاد أن البنك المركزي لا يمكنه تعويم سعر صرف الدينار، وقال الخبراء إنه لا يمكن للبنك المركزي العراقي أن يفكر بتعويم سعر الصرف لأنه سيتخلى عن إدانة المؤثرة الوحيدة في ظل ضعف وتعطيل الأدوات الاقتصادية الأخرى، مشيرين إلى أن تعويم سعر الصرف بوجود سوق موازي ومضاربين كبار ووجود أشخاص يمتلكون مليارات الدنانير وآخرون يمتلكون مليارات الدولارات سيدفع إلى هبوط حاد في قيمة العملة وارتفاع مستويات التضخم وارتفاع الأسعار. أصدرت إدارة صندوق الإسكان في ذي قار تحذيراً إلى المتعثرين بسداد القروض، فيما توعد بحجز رواتب الكفلاء ورهن البيوت للبيع إذا لم يسدد المتعثرون ما عليهم من أموال. وذكر إعلام إسكان ذي قار أن الصندوق نشر قوائم بأسماء المقترضين المتعثرين بتسديد الأقساط لصندوق الإسكان، وأضاف أنه أمهل المتعثرين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ متعثرة، وبعكسه سيتخذ الإجراءات القانونية. وأكد أن الصندوق سيباشر بحجز راتب الكفلاء وإعلان العقار المرهون للبيع بالمزايدة العلنية إذا لم يسدد المقترضون الأموال التي بذمتهم. أعلنت الجمارك الإيرانية أن العراق احتل المرتبة الثانية باستيراد المنتجات البتروكيماوية الإيرانية خلال شهر نيسان الماضي. وذكرت الجمارك الإيرانية أن الصين والعراق والإمارات وتركيا وباكستان وأفغانستان وعمان مثلت الوجهات الرئيسة لصادرات إيران في شهر نيسان من هذا العام، واستحوذت هذه البلدان على 78% من وزن و83% من قيمة الصادرات الإجمالية لإيران. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي، وقالت إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 307,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 1000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 308,000 برميل يومياً. وأضافت أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول رئيسة بلغت نحو 5,500,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 17,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع، وذلك رغم تأثير نقص المعروض من المساكن على تراجع معدلات التضخم في أمريكا. ونقلت وكالة بلومبرغ عن يلين قولها إن العوامل الأساسية هي توقعات التضخم لكنها لا تعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي، مضيفة أنها تحت السيطرة وأن سوق العمل قوية. وتابعت يلين عن بيانات زيادة الأجور في أمريكا أن زيادة بمقدار 20 خلال شهر تتسق مع التوقعات حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب للوصول بالتضخم. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.